الرز بالشبت. انا عملت كذا وصفه في رمضان بالرز البايت اللي معانا نعمل بيه ايه، علشان كتير في عزايم بيبقى في عندنا رز ابيض بيبات ومنبقاش عارفين نعمل بيه ايه. فدي عملت قبل كده اللي هي بالزبيب وطعم اللي هو الرز بالخلطه بالظبط. عملت اللي هو بالكاري وكان الكبد اتعملت مع بالكبد وقدمناها بالمكسرات، وفي بالبقدونس هتشوفوها ان شاء الله قريب، وفي دلوقتي بالشبت بقى والفاصوليا الحمراء ومعانا العصاج، فايه تدي برضو طعم حلو جدا. طيب بتقلب الرز من حاجة بايتة لحاجة جديدة، فاحنا ده اللي احنا عايزين نعمله، وحاجة مفيدة في نفس الوقت. احنا نحط بقى معلقة زيت عافية، هحط برضو مكعب من الزبدة نحط معلقة أو مكعب من الزبدة معايا هنا بصل أخضر بيدي إضافة لون أخضر لو موجود، لو مش موجود هنحط بصل عادي. خلاص هحط الرز وينفع بالرز البسمتي مفيش اي مشكلة. احتاجنا مرقة بنحط ممكن مكان المرقة مية، للي مش عايز يحط مرقة ممكن يحط مية. الشبت هنا مفروم، اللي ممكن تعملوه برضو انكم ايه تروحوا ضربين الخضرة عموما مع المرقة. احط اهو شوية من المرقة عشان توزع كل الكلام ده كويس. على طول الريحة بقت بالزبدة والبصلة والشبت حاجة تانية خالص بجد. انتوا اي نوع من انواع الرز الابيض تقدروا تقلبوه لحاجة تانية تماما تماما تليق على اي طبق عندكم على السفرة بالحركة دي، اي نكهة واي اتجاه انتوا عايزينه. ان شاء الله برضو بالفستق والمستكة زي الكيكة تبقى حلوة، ليه لا. هحط بقى فول احمر، ده اختياري، دي حاجة اضافة بروتينات حلوة جدا للي عايز، او للي عايز يحط مشروم. بصوا بتكسر اللون بتدينا لون حلو. خلاص ده بقى على نار هادية هسيبه بس ياخد الطعم، مش هطول معاه قوي. شوف هنا الاخبار ايه معانا جويس. الو ازيك يا جويس؟ كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله. قولي لي عندك كام سنه؟ انت انا اللي طلعت مع حضرتك قبل كده في البرنامج. انت طلعتي معايا بتقولي؟ اه بجد؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، عامله ايه؟ حضرتك وحشاني وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت كمان. تحبي تيجي معايا تاني مره؟ اه. طب خلاص هسيبك برضو تاني تسيبي بياناتك مع هبه. ما تعرفيش يمكن يجي حظك مرتين. السحب هنا هيبقى بامانه. اللي حظه حظ. هحط بس حاجة أخيرة مع الرز، بودرة البصل بتدي نكهة زيادة كده قوية إضافية، للي بيحب البصل وشربات البصل هيحب دي قوي، هيحب دايما يحط بودرة بصل زي ما أنا بحب أحطه على حاجات كتير قوي زيادة أهو. بس هو ده يعتبر خلاص، يعني هو سخن معايا عشان مش عايزاه يعجن. نقدم دي بقى هنا قدام، وبعدها عايزين نضرب الايه الشوربه. اللحمه المفرومه هدخل شويه هنا وشويه احطهم على الوش، بس تقليبه هنا كده وشويه هسيبهم للوش مع الفول الاحمر ده برضو. وبس كده اللي عنده عزومه يقدر يعمل ايه، يجهز الطبق قبلها بساعه يلفه بس، وقبل العزومه على طول تسخينه في الفرن بشكله، يعني احنا هنقدمه وبشكله ده تسخينه سريعه في الفرن بالطبق اللي فيه. طبعا لازم يبقى طبق بس يخش الفرن وخلاص، بتبقى سهله جدا. نروح لفاصل. طيب الرز برضو انا خلاص انا غرفته وحطيت شويه الرز اللحمه المفرومه بس الباقي على الوش، وزينت شويه بالفاصوليا الحمراء. اللي عايز يحط بقى شويه مكسرات كده على الوش، وزي ما قلت تتغلف دي وتتشال، لو الطبق ده يخش الفرن تتشال قبلها تجهز تتحط حتى في التلاجة وتسخن على طول وهتبقى طعمها حلو.
دايما الرز اللي بيبقى متنكه كده ده وبالذات البسمتي بيبقى لما بيخش متغطي الفرن ما بيبانش بقى عليه.